مشروع كبار العلماء توعية المسلمين بالطرق الشرعية في مواجهة الوباء ونشر الأمن والاطمئنان. كيف نربط بين التوكل على الله سبحانه وتعالى وفعل الأسباب، وخاصة في الأحداث الطارئة من أمراض وغيرها؟ لا بد من الأمرين، التوكل على الله جل وعلا أولا وقبل كل شيء، ثم الأخذ الأمر الثاني، الأمر الأخذ بالأسباب النافعة الواقية. فإن الله أمر باتخاذ الأسباب، قال جل وعلا وخذوا حذركم، أمر باتخاذ الأسباب الواقية والنافعة، فهي مما أمر الله جل وعلا بالأخذ بها. فلا بد من جمع بين الأمرين، توكل على الله، تفويض الأمور إلى الله، والأمر الثاني الأخذ بالأسباب النافعة. فلا نعتمد على التوكل على الله فقط ونترك الأسباب، ولا نأخذ بالأسباب ونترك التوكل على الله، لا بد من الأمرين جميعا. نعم، أثابكم الله.